مرحبا بكم على قناة خالد بيوسف. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. الصراحة كنا بغينا ننوعوا شوية، لكن فاش كننوعوا كنجيبوا 2000 ولا 3000 فيو. إذا أنتم ما عجبكم غير الكراغل، غادي نبقاو مع الكراغل. أجيو ندخلوا في الموضوع، في صلب الموضوع. أول فيديو نركزوا معاه. زيت أرجان جزائري. أوه صبر صبر، زربتي عليناش من زيت أرجان جزائري. أقسم بالله هادو ما خلاو فينا حتى لعبة، كلشي سرقوه كلشي سرقوه. والسنطيحة شو كي كتهضر في الثقة في النفس، الشريفة فين سوس فين سواسة فين كلشي لحتيه لتوش زيت أرجان. اسمع زيت أرجان جزائري. هنا أنا قلت لازم نشد فيها هذه، لا شد فيها سرقيها حتى هي. شو الطريقة باش قالت لازم نشد فيها؟ يعني راه منطقة مغربية، بين أن دوك المناطق غير ديتو منها، ما راه بين الحاجة اللي فاش كاين أرجان راه مناطق مغربية. صافي تندوف عند أطباق تقليدية مخدومة بزيت أرجان، هما كيزاد عندهم ولد ما يديروا له زيت الزيتون، يديروا له زيت أرجان. حلفي بالله. لا راه ما كناش عارفين هذا الشيء. يا اجي نشوفوا نشوفوا واحد اللقطه حتى هي استفزتني. مؤخرا كنلقاو دوك الحاسه كينحسوا الكراغل. واحد الفيديو تصيفط لي دابا ما عرفتش واش قديم ولا جديد، سولت ولا قالك ما عرفتش، قالك انا لقيتو وصيفطته لك. نشوفوه كاملين عاد نهضروا. خوت كاع الناس المغاربه كاملين، هذا الفيديو ديديكاس ليكم. معنا حفيظ الدراجي اللي جزر المغرب تعزيز عليه وعزيز وهذيك الكلمه اللي ما بابا بغيت نسلم عليك بابا. شكرا لكم مبارك والعام وانتم بخير. السلام عليكم بابا بابا. يلا فهمتوا شي لعبه؟ شتي الحيس؟ شتي التبلحيس؟ شتي فاش كطيح الدرابو؟ شتي فاش كتقلل من القيمه ديالك؟ هي هذه. ها انت اسمع خوت كاع الناس المغاربه كاملين، هذا الفيديو ديديكاس ليكم. ما تهدي لنا حتى شي فيديو الشريف. واش هو كيسب المغربيه وكيسب المغاربه وكيجدر ليهم وضد الوحده الترابيه ومع عصابه البوليخاريو؟ اش دابا بركه من هذا الحيس، بركه من هذا الحيس. واش اي واحد لقيتو خصكم تمشيو وتبانوا معاه وتهضروا معاه وتلحسوا وكذا، بركه من الحيس الى هذا الشيء جديد. معنا حفيظ الدراجي اللي جزر المغرب تعزيز عليه. عزيز عليه المغرب، داك الشيء باش كيسبنا وسب المراه المغربيه. واش انت ماشي مغربي انت؟ انت ما فاهم حتى لعبه في هذا الشيء. سب المراه المغربيه وسب المغاربه عامه وضد الوحده الترابيه وكاع هذا الشيء، انت كيبان لك شي حاجه عاديه وجيت تصور معاك. اسمع الكلاش غادي يعطي. وعزيز وهذيك الكلمه اللي قال لي تكلمت اكثر مني كي كلاشاه في تيرانو. تكلمت اكثر مني كلاشا في تيرانو، ولكن دمدومه احترامي لهذا الشخص هذا. يا ريت كون غير ما درتيش اللوغويات ديال الرجاء والوداد. ما كتمثل حتى شي واحد، انت مثل غير راسك. من بعد ما كتمثلنيش، الا كيمثلكم انتم قولوها في لي كومونتير. عزيز وهذيك الكلمه اللي ما تكلمتش حتى مني. بابا بابا بغيت نسلمك بابا. شكرا لكم مبارك والعام وانتم بخير. السلام عليكم. شكرا، عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير. السلام عليكم. ما شكر المغاربه، ما يعني ما قال حتى شي هضره فيها المغاربه فيها كذا. قول لي غير يقول الصحراء مغربيه، الا قالها انا نعتذر ليك. انا ما يقولهاش، ما يقولش الصحراء مغربيه. شوف كيفاش زرب عليهم، شوف كيقول لي شوف الدل ديال هذا. ودي راه كاينين شي وحدين عندنا، راه غير الله يسمح لهم. قال لي قول بابا بابا با. اخر كاع ما سوق لي. اعطيو قيمه لريوسكم، اعطيو قيمه لريوسكم شويه. راه ما يمكنش انت ما عطيتش قيمه لراسك غادي يعطيوك الناس قيمه. اعطي قيمه لراسك. دابس جوج تونيات وجايين عنده تما شو ما فهمت حتى لعبه. مالك بابا بابا الله يحفظك. الله يحفظك. اعطيو قيمه لراسكم. شوفوا الفيديو الثالث. انا لو كان تمدلي 500 مليون في الشهر زاير ماني وليش سيبو تاكا موريرا فراتيلو. هذا يوناني يوناني. هما ما حاملينش بلادهم. ما يرجعش. قال لي واخا تعطيني كيجي واحد دابا هنا كيبدا يلحسهم. ما فهمتش انت اسمح. يوناني اكسيري نوميرا سيلينيكا سيبو ما تكسيريش نوميرا سيلينيكا ني باتيكا ني سكالا. قولها لهم، قولها لهم بالعربي باسكو ما قدرتش نفهم لهم بالعربية. اليونانية بحال الجيم، واحد اللغة ديال الجيم عندنا الغوصية.
كيش ضروها بها الجراريدة جحال باجك هانديت جمعسة انت ميرا سيلينيكا سيبو متل سيريش ميرا سيلينيكا ضايلة بحال ديال الجيب بالله يوناني اكسيري ناميرا سيلينيكا سيبو متل سيريش ناميرا سيلينيكا ني باتيكاني سكالا لا لا قولها له بالعربي باسكو ما قدرش نفهم لهم بالعربية يفهموها غير اليونانيين الاغريقيين انا يوناني مسلم يا وي طحلي ارجيروا يوناني طحلي كل شيء ارجيروا ارجيروا في الدم فهمني اذا كما كنشوفوا كل شيء واضح وضوح الشمس في نهار جميل الكراغل ناقصين في عقله خصنا ما داش نديو عليهم وبينت لكم في الفيديو السابق ان كيفاش كرغولي جا كيهدد مغاربه جاوا بغاو يديو شي اتات تما ولا شي لعبه وكيهددهم لا علاش كتسبونا في الفيسبوك وكين المغاربه بعقلهم مغاربه بعقلهم ما غاديش يديوها في واحد كرغولي مسطي مكلخ مزلج ما يديوهاش فيه ينعياو ودازوا ليه جنبو خلاو ما يمكنش غادي تديها في واحد مكلخ داش كيفاش كنقول لكم ما تديوهاش فيهم و القضيه اللي استفزتني اخرى ديال هذا اللي جمع الدراجي شفنا كيفاش انه ضد الوحده الترابيه واحد المقابلة لعبتها الجزائر قول له منهدي هذا الفوز للجبهة الصحراوية اش دخل الجبهة الصحراوية اش دخل السياسة في الرياضة وديك اللقطة قليل اللي عاقب بها وقسما بالله الا كنت في القهوة وقلت لصاحبي قلت له واش سمعتيش قال اللي سمعتيه الجبهة الصحراوية ترى البوليزار علاش كيهضر ديك العصابة البوليخاريو قلت لا غير يصحاب قلت له سألت لي ممكن قلت له ما عرفتش من تما بدات الشراره قسما بالله الى هذيك من مورا فجا لاكادير داز لاكادير وتبرع وكذا وتهلاو فيه المغاربه وهذا ورجع لتما رجع شي واحد مغربيه في تونس من بعد تواصل معايا السياد وتواصلت معايا وهذا يعني مغربيه في تونس استفزته ميساج قلت لي حنا المغاربه كذا سب المرأة المغربية بكلام نابي خرج قال لهم لا بيرات ماشي هانات نصل منها جات ديك السورية فضحاته حيدت عليه الغطاء خرج كيقول المخزن كتا النظام المغربي هذا وفي الأخير يجي عندي أنا هنا ونعنقو ونقول ليه قول لي يا بابا وش هل هذا يعقل ان واحد كيسبك وكيسب الشعب ديالك وضد الوحده الترابيه وكيسب المراه المغربيه ونجي انا نقول ليه قول لي يا بابا انا لقيتو ندفل عليه لقيتو انا في المغرب ندفل عليه ونتحمل المسؤوليه وفين ما بغاو وتوصل ان احترمنا احترم الوطن ديالنا احترم الشعب ديالنا احترم الملك ديالنا احترم كاع المقدسات عندنا ومرحبا بك وكما قال المغربي اللي خرج في فيديو قال لي انا كنلقى جزائري كيقول لي خوا كنقول لي حبس قول لي الصحراء مغربيه قلت لي الصحراء مغربيه خوا متفق معاه لان دوك اللي ما بغاوكش الخير هما اللي ما كيقولوش ما يقدروش يقولوك الصحراء مغربيه قول الصحراء مغربيه خوا ما قلتيش الصحراء مغربيه ما كاين لا خوا لا طوا سالينا هذه هي الهضره ولكن اللي دائما كنقول لكم دائما فاش كيكون حرب كيكونوا الخوانة كيكونوا اللي كيبيعوا بلادهم قلة قليلة في أي حرف أي مقاومة كتلقى الخوانة كيجي النصراني كيقول لي أجي أفين ساكن هذا أفين كيكون هذا أفين تلقى هذا وهذا دوك الخوانة كاينين على مر العصور أي حرب كاينين الخوانة أي حاجة كاينين الخوانة حتى حنا دابا كاينين البلحاسة الحاسة اللي بحال واحد داك اللي مشى للجزائر وكي يقول لهم محارز حسن كصاحبي مالك واش شادين عليك سيف واش شادين عليك سلاح مالك مرعود غير بوحدك وبالمخرى وكاين واحد اللي دوزتو في الفيديو السابق في القناه الرسميه لا في هذه القناه نيت دوزتو قال لهم وسط الجزائر وكيقول لهم راه ما كاين لا كرام لا جود لا كذا الله يعز المغرب والمغرب احسن منكم وسط الجزائر هالناس اللي عندهم النفس والناس اللي حاسه وصل اخر هذا الفيديو بغيت الاراء ديالكم في لي كومونتير كالعاده الله الوطن الملك هذه كتقصحهم السلام عليكم اعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك بقناتنا حتى يصلك الجديد